الصناعة، التجارة والمالية، ثلاث قطاعات حساسة في الاقتصاد الجزائري تتربع على أثقل الملفات، طوي البعض منها والآخر ينتظر، والسبب تغيير الوزراء. حال اقتصاد الجزائر وتعدد المتغيرات زاد من حدة الوضع، لكن عوض الفصل نهائياً وأخذ قرارات حاسمة، لجأت الحكومة لأسهل الحلول بتغيير الأسماء. مؤشرات الاقتصاد الكلي كلها تنهار سنة بعد سنة، والمستقبل إن تم الاستمرار على هذه الطريقة سيكون صعب وصعب للغاية. الإشكال الكبير هو أن بعيدا عن الأهداف، الخطط الفعلية والأهداف المرحلية غير موجودة، تكاتف الجهود غير موجود. التوجه نحو نظرة استشرافية لمعالجة القضايا الاقتصادية لم يعد خياراً بل واجباً، فسرعة توالي الأحداث لن يتيح الوقت أمام ارتجالية القرارات. السنوات التي مضت تكلمنا كثير عن الاقتصاد الرقمي، كان فيه إنشاء وزارة مكلفة بالاقتصاد. أين الآن من الاقتصاد الرقمي؟ أين نحن من القضاء على الاقتصاد الموازي؟ أين نحن من تفعيل لو بايمون إلكترونيك؟ أين نحن من تفعيل المخالصة بالشيك؟ هو حال اقتصاد الجزائر اليوم، ملفات شائكة ومشاكل عالقة تنتظر الحل. فهل ستصنع حكومة أوي يحيى الاستثناء هذه المرة؟